شو هالمانشستي يا رجل؟ شيء قوي. شفته وقت رفع السيارة بإيد واحدة هيك ولحشة. نحن بالورشة من تم ساعتين ما بنحسن نرفعها بالكريكو. لك تعرف لو مانشستي عنا بالمحل كان هو رفع لنا هالسيارات لفوق ونحن صرنا نصلح السيارات على الواقف. أنو لو مانشستي عنا بالورشة كنا منقص عملة مثل الذهب. على تعا يا مانشستي هات سيارة، روح يا مانشستي جيب سيارة وقص عملة يا أبو الزيب. إيه اللي ما له حظ لا يتعب ولا يسأل، يعني على دقرة كنا صرنا ممثلين أحسن من مانشستي بمليون مرة. أنا عم لاحظ لك شغلة، نحن بنشقى وبنتعب وغيرنا بيهبر الخمير والفطير. يا رجل نحن شو استفدنا من شركة الإنتاج الفني غير الزل والهوان؟ تبعي عرفتي كل هالتعب فرنك واحد، فرنك واحد ما في بجيبتنا، لو ما بعنا الصبات لا أكلنا ولا تفرجنا على مانشستي. أنا عم يخطر ببالي إنه نهاجر مثل ما عمل مانشستي بآخر الفيلم وقت قتلوا له حبيبته قبيلة الزومبي. شو رأيك نهاجر مثل حكايته؟ حلوة هالفكرة، لوين بدنا نهاجر؟ منهاجر على قبرص، هنيك في قطاف للعنب، منقطف عنب ومناكل وبتقبض بالدولار، شو رأيك؟ لك يا عيني عليك، امشي 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 نهاجر. يا أمي، أمي صارت الساعة 12 هلا ما أجوا، أنا خايفة يكون صاير لهم شيء. أمي لا تزيدي على قلبي، أنا مو ناقصني مصايب، عن فهمك ها؟ أمي شو مصايب ما مصايب؟ خايفة يكون رجعوا دكوهم بالسجن مرة تانية. بالله دخيلك، شو مجنونة أنتِ؟ ليش لا يرجعوهم على السجن؟ ليش هن بالأساس حطوهم بالسجن؟ اخ اخ من هالبيت اخ، مالي مشتهية من ربي الا ليلة واحدة، ليلة واحدة بس ننام مرتاحين. اجوا امي اجوا. الله لا كان شاب الغلا، وينك انت ويا ولا؟ تفضل، شفت الاضطهاد بعينك؟ شفت. شبهه؟ روحي حطي لهم اكل خليهم ياكلوا يلا. أنا بالنسبة إلي جاهز. شري لحظة لإلك، شو رأيك نتعشى قبل ما نهاجر؟ لا خلى وقت العشاء بنتعشى هنيك، روح. شو ها؟ وين أخذين هالشنطة أنت وياه؟ شو أبو الزيت؟ لشو هاي الشنطة؟ يو، ليش ما عم تردوا؟ أمية، استروا ما شفتوا منا. يعني مثل ما قالوا أزود وتذكرونا بالخير خاصة أنت بتورة. ليش وين ما قالوعين من غير شر؟ على بلاد الله الواسعة. ولا مفكرتينا ما عنا كرامة لحتى نعيش عالي على المجتمعات؟ نحن مهاجرين على قبرص من شان نشتغل هنيك ونبعث لكم مصاري، يعني حوالات بالدنر كمان. العين تطرقك انت وياه، ليش قلت شغل عنا بالبلد؟ لو في شغل كنا اشتغلنا. ليش ورشة طيفور من شو بتشكي؟ بتشكي انه طيفور بالسجن والورشة مسكرة، شلون بدنا نشتغل؟ بسيطة، إذا من شان الورشة أنا بجيب لكم المفاتيح من طيفور. عدو عدو تضرب منك إله، عدو كله. إذا هيك معقولة، شو رأيك أبو الزية؟ أنا ما إلي رأي، يعني أنت فصل وأنا بالبيت. طيب عود لنشوف هلا، لنفكر بالموضوع عود. بسم الله. وين الزيت من شان الزعتر؟ صحيح السجن مزلة يا أم درويش، بس شوفتك نستني هموم الدنيا كلها.
اصلا انا مين الي غيرك؟ انت حبي الاول والاخير. الله لا يحرمني منك، صدقيني اني اشتقت لك. شو هالحكي طيفور؟ والله وانا مشتقت لك كثير كثير، بس يعني انا ماني عرفانه شلون بدي اعبر. صورتك ما عم تفارق خيالي، حتى بمطاقة القاوش لما بيمرق القمر بتطلي. عجبها طيفور، صاير عم تحكي مثل المراهقين. اصلا ما في غيرك بحن علي، وبكره بس اطلع من هون بالسلامه مالي قاعد غير عندك، وهديك خلاص قطعت لها كرت. الله يفك اسرك ويخلي لي اياك يا رب، طالما انا غاليه عليك كل القد، الي عندك طلب. طلباتك اوامر يا روحي. بدي اياك تعطيني مفاتيح الورشه، خلي هالشباب ينضبوا فيها بغيابك لبين ما تجي انت بالسلامه. لا ما بقدر. شو؟ ما بقدر الا نفذ لك طلباتك يا روحي. وهي المفتاح. بس لو بيستنوا لبعد ما اطلع ما بيكون احسن واضمن؟ هو احسن يعني، بس هن ناويين يهاجروا على قبرص، قال بدهم يشتغلوا بقطف العنب. اه يهاجروا. شو؟ لا شو يهاجروا ويتركوني لحالي؟ بعدين بيمشي حالي اذا تركوني، لازم ما يهاجروا، لازم يضلوا فوق راسي قاعدين. طول عمرك قلبك طيب وكبير، الله يخلي لي اياك. هدول الاكلات مشان تاكلهم انت ورفقاتك، ان شاء الله بالهنا والشفاء، يلا بخاطرك. مع السلامه. مع السلامه. يا شو لهون كمان لحقتي؟ ما بتكفي اللي صار من تحت راسك؟ شوفي ضبي لسانك واحفظي الفاظك احسن لك. ها احسن ما قلتلي فيكي هلا. ها ولك عين تحكي كمان لك. اخ اخ بس لولا هالتعقد اللي كتبته على حالي لارمي هالغراض من ايدي وانطق ضرب جيبك باخر الدرج. بالله ليش انا شو اللي مانعني غير هالتعهد اللي كتبته على حالي؟ بس شو بدي اقول؟ اخ العين مصيره والايد قصيره. روحي روحي روحي. تفضلوا شرفوا. هذا الاكل الظريف نشفت معدتنا من الخبز الحاف يا لطيف. الله طعمك كلوا طعمي مثل اللي دافن يا شباب كلوا. بس انت وياه بس انت ما دخلكم. انت غنيله وهو خليه يخرج لك فيديو كليب مخرج الروائع. كلوا حبيباتي كلوا. ليش مستحيل؟ والله الا ما تاكل. كل حبيبي خذ شرب ولا يهمك، لا تقعد هيك مهموم وتصفن الا ما يجينا افراج واخلاء سبيل باذن الله. انا وياكم نطلع قريبا قريبا ان شاء الله. كون كون طيفور الشحمي زياره. خير الله عم يجعله خير. بلا جاكيت بلا جاي جاي. عرفت لي مين؟ اطلع خلصنا ما معك وقت. وبعدين ما في غيرك بهالقهوش. اطلع على شوف. هاتوا له. ها! ايه هات من ايه ده؟